شي واحد يضحك عليك، وانتم ما شفتو شفتو كيفاش انه الحملة اللي دات هي حملة كنعرفو جميع انها حملة مفبركة، وهادوك اللي ما عجبهمش الحال غادي نعاودو نقولها لهم. هذيك حملة مفبركة من ناحية النشأة ديالها، اللي واقف مورا ديك الحملة عنده أهداف غير اجتماعية، كل عنده الأهداف الاجتماعية غادي يجي عند الحكومة ويقول لها ها هما البدائل. هذاك عنده هدف أنه يزعزع الاستقرار في البلاد، وكان عاود يقول هذا لأن باش تقول لي الماسون ب 7 درهم وأنت عارف بأنه كيتقامع في الباطو ب 11 درهم، إذا أنت كتقلب على شي حاجة أخرى. باش تقول لي تخفيض الأسعار مرحبا، ولكن باش تقول لي نحيد الحكومة وشنو البديل؟ سيبها ياك، بغينا شنو علاش غندخلو؟ شنو هو البديل ديالك؟ إذا أنت عندك هدف آخر. وملي اليوم كنجي وكنقول لكم، لأن حنا راه كنوزنو كلامنا، راه لا نتحدث بعشوائية وبانفعال كيف ما كيديرو هما. راه ملي كنجي كنقول لك اليوم راه بلادك الوطن اليوم كيواجه الأزمة، والوطن اليوم خص محتاج لولادو باش يدافعو عليه، وتكون عندنا الغيرة على الصورة ديال البلاد. أنا كنقول لك حاجة وحدة، شوف سير طلع على الإعلام الجزائري، طلع على الصفحات ديال الإعلام الجزائري، طلع عليهم ضرب عليهم طليلة، أش كيقولوا علينا؟ ثورة الجياع، كيقولوا علينا أن دايرين ثورة على الجوع، كيقولوا علينا بأننا بلد غير مستقر وعندو كيسيئوا المؤسسات ديالنا. وانت اليوم فاش كتجي كتقول لي ديغاج ولا كتبغي تلوح لي الحكومة، راه كتخدم الأجندة ديالهم من حيث تدري ومن حيث لا تدري. اليوم اللي خصو يعتذر للمغاربة ماشي أنا اللي خصني نعتذر للمغاربة، اللي كيحاول أنه يشوه الصورة ديال البلاد ويبيننا على أننا جوعى هو اللي خصو يعتذر للمغاربة، وأنا ما عنديش يقين.